اهلا وسهلا مشاهدي جريده شعب بير مباشره من الدار البيضاء وبالضبط من درب كبير درب العفو. جريمه قتل بشعه، طفله عندها 7 سنوات ذبحها واحد الشخص اللي باقي ما عرفناش ما تاكدناش من الخبر واش انه مخشل عقلي ولا في كامل القوى العقليه. كيف ما تشوفوا معنا جريمه بشعه تهز درب العفو كيف ما تشوفوا معنا كارثه في درب العفو كيف ما تشوفوا هذه كارثه وقعات في درب العفو. جريمه قتل بشعه، طفله عندها 7 سنوات ذبحها واحد الشخص مجهول ذبحها كيف ما تشوفوا معنا حنا في عين المكان كيف ما تشوفوا معنا جريمه بشعه بزنقه 47 درب العفو درب كبير. طفله عندها 7 سنوات تذبحها احد الاشخاص تيقولوا مختل عقليا. الاغلبيه ديال الناس يقولوا مختل عقليا، يعني فاجعه تتهز حي درب كبير. تتمناو باش ما يبقاوش يوقعوا بحال هاد الفواجع. دريه بريئه اللي عندها 7 سنوات كيف ما تشوفوا معنا جريمة تهز مدينة الدار البيضاء. جريمة بشعة تهز مدينة. لحظة هستيرية أم الطفلة. حضور أم الطفلة كيف ما تشوفوا معانا. الأم ديال الطفلة جات في هاد الأثناء بكاء هستيري كيف ما تشوفوا معانا. الله يحد الباس هذا هو المنزل. ماشي تشوفوا معانا يا بني جريمة بشعة في هاد الأثناء. صدمة العائلة صدمة الأم حالها هستيرية كيف ما تشوفوا معنا إن لله وإنا إليه راجعون. وفاة الشابة اللي تم الذبح ديالها، طفلة عندها 7 سنوات من طرف مختل عقليا هاد الأثناء. كيف ما تشوفوا معنا نايضة بدرب العفو كيف ما تشوفوا معنا
تشوفوا معنا كارثه فاجعه. مدينه الدار البيضاء درب كبير درب العفوق كارثه في هذه الاثناء. كما تشوفوا معنا كارثه في هذه الاثناء فاجعه تهز مدينه الدار البيضاء. خديتو مع داك خاينه انت هو الاخر فينا هو فين كيف ما تشوفوا معنا حضور كثير حضور كثير. نستسمع على